الأخت السائلة أم مرام تقول: ما حكم منع الحمل لأكثر من 5 سنوات أو 6 سنوات إذا كان هذا بتراضي مع زوجي، مع أنني أتمتع بصحة جيدة وقررت أنا وزوجي أن نأخذ بإثنين فقط؟ لا يجوز هذا، ما دامت المرأة قابلة للحمل وتقوى عليه وعلى تغذية الأولاد لا يجوز تحديد الحمل، وإنما الحمل مطلوب والذرية مطلوبة ولو رضي الزوج. نعم.